مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. سنقدم لكم اليوم بعض القصص والحقائق عن ملك الموت، ولكن ما سنقدمه اليوم ليس لديه أي سند شرعي، لذا انظر إليه عزيزي المشاهد من باب الترف الفكري والتفكر في عجائب الخالق سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أبدأ هذه الحلقة، لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. فهيا بنا نبدأ. ملك الموت، ذلك الملاك الذي تهابه الملائكة. فملك الموت أحد الملائكة العظام الذين خلقوا لقبض أرواح البشر، ويقال إن ملك الموت أول من خلق من الملائكة العظام، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. وآخر من يموت أيضاً من الملائكة العظام هو ملك الموت والله أعلم. والملائكة مخلوقات من نور خلقت لخدمة وعبادة الرحمن سبحانه وتعالى، ومنها من هو موكل لخدمة البشر ومساعدته في إبعاد الشر عنه. وهنا يسأل الله عز وجل ملك الموت: ألم تبكي مرة وأنت تقبض روحاً من أرواح بني آدم؟ فأجابه: يا رب أنت أعلم، قد ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ فقال: كنت أستعد لأقبض رجلا وجدته يقول لصانع أحذية: أتقن صنع الحذاء ليكفي من اللبس سنة، فضحكت وقبضته قبل أن يلبسه. فقال له الله: وما أبكاك؟ فقال: بكيت عندما أمرتني أن أقبض روح امرأة وذهبت إليها وهي في صحراء جرداء، وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها في الصحراء الجرداء وقبضتها وأنا أبكي لصراخ طفلها وحيدا دون أن يدري به أحد. فقال له الله عز وجل: وما الذي أفزعك؟ فقال: فزعت عندما أمرتني أن أقبض روح رجل عالم من علمائك، وجدت نورا يخرج من غرفته، كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعني، وفزعت من نوره وأنا أقبضه. فقال له الله: أتدري من هو الرجل؟ إنه ذاك الطفل الذي قبضت أمه وتركته في الصحراء، تكفلت به ولم أتركه لأحد. وما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب والسماوات والأرض والظلمات والهواء والبحور إلا كرجل بين يديه مائدة يتناول من أيها شاء. لماذا اختار الله سبحانه ملك الموت لقبض الأرواح؟ حينما شاء الله أن يخلق آدم عليه السلام قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ظنت الملائكة من إجابته تبارك وتعالى أنه غضب عليها، فقامت تسبحه وتقدسه وتطوف بالبيت المعمور في السماء، والذي هو أقرب ما تكون عليه الكعبة في الأرض. أوحى الله عز وجل إلى الأرض: أني خالق منك خليقة، منهم من يطيعني ومنهم من يعصيني، فمن أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار. قالت الأرض: أتخلق مني خلقا يكون للنار؟ قال عز وجل: نعم. ويقال إنه نزل إبليس عليه لعنة الله إلى الأرض وصرخ: أيتها الأرض، أتيتك ناصحا، إن الله شاء أن يخلق منك أفضل الخلائق، وأخشى أن يعصي الله فيدخل النار، وعندها ستدخلين النار أنت أيضا. فبكت الأرض. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم، أمر جبريل ليأتيه بقبضة منها، من أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها. فلما أتاها جبريل ليقبض منها قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إلي ألا تأخذ مني شيئا. فرجع جبريل إلى مكانه وقال: يا ربي، استعاذت بك مني فكرهت أن أقدم عليها. فقال الله تعالى لميكائيل: انطلق فأتني بقبضة منها. فلما أتاها ليقبض منها قالت له مثل ما قالت لجبريل، فرجع إلى ربه فقال ما قالت له.
فقال عز وجل لملك الموت: انطلق فأتني بقبضة من الأرض. فلما أتاها قالت له الأرض: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك ألا تأخذ مني شيئا. فقال: وأنا أعوذ بعزته أن أعصي له أمرا. وقبض منها قبضة من جميع بقاعها، من عذبها ومالحها وحلوها ومرها وطيبها وخبيثها، وصعد بها إلى السماء. فسأله الله عز وجل وهو أعلم بما صنع، فأخبره بما قالت له الأرض وبما رد عليها. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به خلقا، ولأسلطنك على قبض أرواحهم. فبكى. فقال لي الحق تعالى: ما يبكيك؟ قال عليه السلام: إذا كنت كذلك كرهني هؤلاء الخلائق. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأجعلن لكل منهم سببا يموت به ينسيهم ذكر اسمك. وبالفعل فنحن في حياتنا تتعدد الأسباب والموت واحد، فنقول: فلان مات بكذا وكذا من الأمراض والحوادث، وننسى أنها كذا قضى عمره بإذن الله. إبليس وملك الموت وآدم. يقول كعب: لما حضر آدم الوفاة قال: رب سيشمت بي عدوي إذا رآني ميتا وهو منظر إلى الوقت المعلوم. فقيل له: يا آدم، إنك ترد الجنة ويؤخر الملعون إلى النظرة ليذوق بعدد الأولين والآخرين ألم الموت. ثم قال آدم لملك الموت: صف لي كيف تذيقه الموت. فلما وصفه قال: رب حسبي حسبي. كيف يموت إبليس؟ بعد أن ينفخ في الصور النفخة الأولى لا يبقى على ظهر الأرض أحد إلا مات، فتفنى الدنيا ولا يبقى آدمي ولا جني ولا شيطان ولا وحش ولا دابة، لا إبليس. فيقول الله لملك الموت: وإني خلقت لك بعدد الأولين والآخرين أعوانا، وجعلت فيك قوة أهل السماوات وأهل الأرض، وإني ألبسك اليوم أثواب الغضب والسخط كلها، فأنزل بسخطي وغضبي على ملعون إبليس فأذقه الموت، واحمل عليه من الموت مرارة الأولين والآخرين من الجن والإنس. وليكن مع الزبانية سلسلة من سلاسل لظى، وانزع روحه المنتن بسبعين ألف كلابة من كلاليب لظى، ونادي مالكا ليفتح أبواب النيران، فينزل ملك الموت بصورة لو نظر إليه أهل السماوات السبع والأرضين لذابوا كلهم من هول رؤية ملك الموت. فإذا انتهى إلى إبليس وزجره زجرة إذا هو ضعف منها، ونخر نخرة لو سمعها أهل المشرق والمغرب لصعقوا منها، وملك الموت يقول: قف يا خبيث، لأذيقنك اليوم الموت بعدد ما أغويت. كم من عمر أدركت، وكم من قرون أضللت، وكم من قرناء لك بسواء الجحيم يقارنون، وهذا الوقت المعلوم الذي بينك وبين الله أين تهرب؟ فيهرب الشيطان إلى المشرق، فإذا ملك الموت بين عينيه فيغوص في البحار، فإذا هو بملك الموت فترميه البحار فلا تقبله، فلا يزال يهرب في الأرض ولا محيص ولا ملجأ له ولا منجا. ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدم ويقول: من أجلك يا آدم حولت ملعونا، فيا ليتك لم تخلق. فيقول لملك الموت: بأي كأس تسقيني؟ يعني بأي عذاب تقبض روحي؟ فيقول: بكأس أهل لظى وأهل سقر والنار والجحيم أضعافا مضاعفة. فيتمرغ إبليس في التراب مرة فيصيح أخرى، ويهرب مرة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه لعن ونصبت له الزبانية والكلاليب، وصارت الأرض كالجمرة تحتويه الزبانية، فيطعنونه بالكلاليب، فيكون في النزاع والعذاب إلى ما شاء الله. وفي إحدى الروايات أن إبراهيم خليل الرحمن سأل ملك الموت أن يريه كيف يقبض روح المؤمن، فقال له: اصرف وجهك عني. فصرف، ثم نظر فرآه في صورة شاب حسن الصورة، حسن الثياب، طيب الرائحة، حسن البشر. فقال له: والله لو لم يلق المؤمن من السرور من شيء سوى وجهك كفاه. ثم قال له: اصرف وجهك عني. فصرف وجهه عنه، ثم نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود، رجلاه في الأرض ورأسه في السماء،
كأقبح ماء تراء من الصور، تحت كل شعرة من جسده لهيب نار. فقال له: والله لو لم يلق الكافر سوى نظرة إلى شخصك لكفاه. صفات ملك الموت في إحدى الروايات: إنه ملك عظيم الخلقة وعظيم المنظر، قد بلغت قدماه تخوم الأرض السابعة، ورأسه تحت العرش، وهو جالس على كرسي من نور، والملائكة بين يديه وعن يمينه وعن شماله ينتظرون أمر الله تعالى، وعن يمينه لوح وعن شماله شجرة عظيمة. وهو الملك الذي تفزع منه الملائكة أشد من فزع أحدكم من السبع. وأن حملة العرش إذا قرب ملك الموت من أحدهم ذاب حتى يصير مثل الشعرة من الفزع منه. وملك الموت ككل نفس سيموت، والذي يقبض روحه هو الله سبحانه وتعالى. كيف يموت ملك الموت؟ بعد النفخ في الصور النفخة الأولى وموت كل الخلائق في الأرض والسماء، يبقى ملك الموت الروح الحية الوحيدة بين يدي الله تعالى، فيقف بين يديه عز وجل ليقبض الله بيده روحه. يسأل الله ملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبدك الذليل الضعيف الماثل بين يديك. فيقول الله عز وجل: وأنت خلق من خلقي، وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، فيصبح الكون كله سكونا. فإذا بالحق يأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله، ثم يطلع الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول: يا دنيا، أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ وأين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين أكلوا رزقي وتقلبوا في نعمتي وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيرد الله عز وجل فيقول: الملك اليوم لله الواحد القهار. وفي النهاية، إذا أردتم قصصا وحقائق عن ملك الموت مع الأنبياء والملائكة ووصف ملك الموت كاملا، اتركوا في التعليقات وسنقوم بتنزيل جزء ثان إن شاء الله تعالى. ولا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري.